النوع السادس من معدات الاصطياد هو Longitudinal Separation Tools، وهي المعدات المستخدمة لفصل المعدات الطويلة. يعني إذا كان خيط الاصطياد يعني الصيد طويل وردنا خيط الصيد طويل وردنا نفصل هذا الخيط لصعوبة استخراجه بصورة كاملة، فننزل معدات القطع، معدات فصل. هذه المعدات أربع أنواع. النوع الأول Back Offshoot، وهي عبارة عن متفجرات تنزل إلى داخل بئر. النوع الثاني Chemical Cutter، مواد كيميائية تنزل بواسطة الواير لاين تتفاعل مع معدن الصيد. النوع الثالث والرابع هو الكتر Inside Cutter، القطع الداخلي، والأوتسايد كتر، القطع من الخارج. القطع الإنسايد كتر في حالة أكو تجويف داخل الصيد، فينزلون القاطع ويعمل من خلال التدوير على قطع الصيد من الداخل. النوع الرابع اللي موجود هذا مقطع الفيديو عليه هو الأوتسايد كتر، هو القاطع من الخارج في حالة عدم وجود تجويف لداخل الصيد. فنلاحظ هذا الأوتسايد كتر راح ينزل حول الصيد، أوتسايد كتر وبقاطعات سكاكين، فمن خلال الوزن والتدوير راح يقطع الصيد، يقطع جزء من خيط الصيد، لأن صعوبة استخراج الصيد بصورة كاملة بسبب طوله، فنلاحظ قطع جزء منه ونرفع نحو الأعلى.